المقادير بتاعتنا: نص كوبايه رز، لتر ميه، علبتين زبادي كبار، معلقه نشا، مرقه، زبده، نعناع ناشف، وقرن فلفل حراق. بصوا بقى، اللتر الميه ده انا هقسمه اتنين، نص هحطه مع الرز في الاول اسلق بيه الرز. بحط ادي كوبايه، كوبايه تانيه، وبحط فيهم نص كوبايه الرز اهو. يا ياسر بصوا اهي، سلقت النص كوبايه رز اهي، وصل للشكل ده اهو. خلاص ايوه اهو، الرز شرب الميه كلها لغايه ما بقى كده. هجيبه جنبي بس علشان ايه اكمل الوصفه. وهاجي بعد كده اعمل ايه؟ ادي الزبادي والنشا. طبعا اي وصفه فيها زبادي لازم نشا عشان ما يقطعش منك، ما يفرولش، ناخد بالنا من النقطه دي. هاجي الميه اللي فاضله، يا هستعمل مرقه يا هستعمل ميه زي ما انت عايزه. في ناس كمان بتستعمل بيضايه، بس انا ما بحبش البيض في الشوربه بصراحه، فخلينا نحطها هنا علشان اعرف اقلبها. وهجيب مضرب السلك ده. الرز اللي احنا الرز اللي حطيناه رز مصري عادي على الميه، وبنسيبه زي ما قلنا لغايه لما يتسلق تماما ويشرب الميه كلها، وبقلبه كل شويه زي ما شفتوني بقلبه كل شويه ووصل معايا للشكل ده. هاجي بقى الزبادي هحط له بقيه الميه، ولو في عندي مرقه او مكعب مرقه فراخ بيتي من اللي احنا عملناه قبل كده. انا حطيت كوبايه، هحط الكوبايه الاخيره من اللتر. ممكن استعمل مرقه، يعني بدل اخر كوبايه دي احط شوربه مرقه. ولو عايزه استعمل هنا واجي معلقه النشا، ولو عايزه استعمل مكعبات مرقه بيتي، احنا عملنا مع بعض مكعبات المرقه، برضو ممكن استعملها. او ممكن نعمل ايه، احنا ممكن نجيب مواسير اللحمه ونسلقها ونعمل مرقه جيلاتينيه كثيفه كده، ونبقى نستعملها دايما في الشربات وفي الحاجات دي. هاجي بسم الله الرحمن الرحيم هحط الزبادي. يبقى انا كده حطيت لتر الميه، لو حسيت بقى انها عايزه تاني بزود، بس بزود المرقه او مكعب بقى الميه. بتفضل على النار 10 دقايق وبس، كل شويه برضو ايه تقلبيها، لعلمكوا طعمها مختلف عما ما تتخيلوا خالص، طعمها حلو قوي. بفضل اقلبها، بحط لها ملح، شويه فلفل، وهيبقى فاضل عندي الزبده بتاعتها. هاجي اعمل ايه؟ اجيب الطاسه كده واحط الزبده، شويه زبده حلوين، و بسيح الزبده. وطبعا زي ما اتعودنا الرز، هو الرز مش هيبقى كتير طبعا مقارنه بالسائل، بس عايزاه يطرى تماما. 10 دقايق على النار بعد ما اتسلق ونقلبه مع الزبادي، ما بنغطيش، اتفقنا قبل كده اي حاجه فيها زبادي او رايب او طحينه ما تتغطاش عشان هتقطع، فاحنا ما بنغطيهاش، ولازم نحط لها نشا علشان برضو من غير النشا الزبادي هيقطع. خلاص ادي الزبده، حط شويه فلفل حراق ومعلقه نعناع ناشف.
وبشوحهم. هي عايزة شوية زبدة كمان. ونقطة زيت تسيحالي بسرعة. لغاية لما احس ان الفلفل خلاص ريحته طلعت قوي هو والنعناع، بس اخد بالي ان ايه الزبدة ما تتلسعش مني، لازم تتقلب ولازم برضو الشوربة تتقلب. طبعا اخر حاجة بعملها الزبدة دي اهو. هشيلها يا ياسر، هشيلها وهحط، خليني احط الشوربة هنا عشان اوريكوا هعمل ايه دلوقتي. هنزل بالزبدة اللي فيها الفلفل الحراق والنعناع على الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد كده تظبطي ملحها تاني، تشوفي ملحها مظبوط ولا لا. وبس، حلوة ومغذية وبتشبع ومختلفة عن اللي احنا متعودين عليه. دي الشوربة البيضة، تغلي بقى معايا 3-4 دقايق كمان بالتقلية اللي حطيتها لها، بس انا هضطر اروح لفاصل على ما تغلي هي شوية ونغرفها. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.